بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين لذاذ قوي. اول وصفه هنعمل الكيك الحادق. يا سلام، وصفه حلوه جدا وسهله قوي، مناسبه بقى جنب شويه زيتون وحته جبنه، طعمها بيبقى تحفه وتغيير كده، وهي ما بتبقاش حادقه قوي، بس هي يعني ايه الميكس اللي احنا بنعمله فيها من جبن بقى وفلفل الوان، تبقى تحفه حلوه جدا جدا وقابله ان احنا نحط لها كمان مكونات تانية هقول لكم عليها واحنا بنعملها، خطيره هتجربوها ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل سلطه البطاطس بالذره، وصفه حلوه جدا ما فيهاش ابدا اي حاجه، تجنن وطعمها لذيذ قوي، ان شاء الله تجربوها. فاصل بسرعه ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل اول وصفه الكيك الحادق، خليكم معانا. انا جيت هنعمل اول وصفه دلوقتي الكيك الحادق، وصفه حلوه جدا. الظريف فيها انها ما بتبقاش يعني تقليديه، بس طعمها تحفه مع مسحه جبنه كده، شرايح زيتون، شويه جرجير، كوبايه شاي، تبقى لذيذه جدا ان شاء الله تعجبكم. بصوا انا معايا كوبايتين من الدقيق، دي اي حاجه هينفع وزي الفل. هنحط طبعا رشه خفيفه من الملح، معانا معلقه كبيره من البيكنج باودر او باكت من البيكنج باودر، هنحط كمان 3 بيضات عليهم كيس من الفانيليا، وهنحتاج نص كوبايه زيت ونص كوبايه لبن. انا قلت كيس فانيليا، لا ما بنحطش فانيليا في الكيك الحادق، معلش الكيك الحلو دخل على الكيك الحادق، بنعتذر. ما بنحطش فانيليا، احنا بنحط ملح وفلفل، تمام؟ والفلفل والملح بيظبطوا الدنيا. وهنحط كمان معلقه صغيره من الخل ونص كوبايه لبن حليب، معنا شويه فلفل الوان بقى اي كميه، حبه صغيرين حبه كتار براحتك خالص، معنا برده شويه جبنه رومي مبشوره، ممكن نعمل ميكس جبنه رومي مع جبنه شيدر، يعني الجبنه المبشوره اللي عندك هتنفع وهتبقى ظريفه جدا. بس كده كوبايتين دقيق، رشه ملح، كيس بيكنج باودر، 3 بيضات، ملح وفلفل، تمام، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، فلفل الوان متقطع حتت صغيره، وشويه جبنه مبشوره رومي على شيدر. بس كده ان شاء الله تعجبكم قوي. هنجيب بوله كبيره وهنكسر التلات بيضات. اول حاجه عايزه اضربهم كويس قوي مع رشه ملح، شايفه البيض. هنحط كده شويه ملح الحقيقه مش رشه، يعني فلفل اسود حبه صغيرين، معلقه صغيره من الخل، وهنضربهم كويس كده. وبعد كده نحط بقى ايه الزيت، ونحط كمان اللبن، الفلفل الرومي، فلفل رومي اخضر، فلفل الوان اللي متوفر عندك هيبقى زي الفل. كده الخليط كده على جنب، ومعانا بقى الدقيق، ومعانا البيكنج باودر وشويه الجبن. البيكنج باودر هنحطهم عادي مع الدقيق، وننزل بقى بالدقيق. ممكن ساعتها خلاص بقى نستغنى عن المضرب ونجيب السباتيولا العاديه او المعلقه العاديه، استنى نجيب دي احسن، ونقلب. عايزين كل الكلام ده يختلط مع بعضه كده، يبقى قوامها تقيل بالشكل ده كده اهو. تقدروا بقى تحطوا لها اي حاجه في الدنيا هتنفع، حبه لحمه مفرومه متعصجين نحطهم، حتى لو حبه صغيرين قد كده، حبه نسايل فراخ متبقيه هتدخل جواها كده محدش هياخد باله، هيبقى طعمها تحفه. عايزين نضيف اي خضار زي مثلا حتت متقطعه صغير قوي من المشروم، هتبقى برده ظريفه جدا، براحتكم
تقدروا تحطوا اللي انتوا عايزينه، والجبنه الرومي مع الجبنه الشيدر هتبقى حلوه قوي مع الميكس ده كده. بس اي صينيه فرن بقى عندك، وتكون مدهونه زيت، ويفضل انها تكون ما بتلزقش، او الصواني اللي هي بتتفتح دي بتبقى ظريفه قوي. اي صينيه بتتفتح ندهنها برضو دهنه زيت كده خفيفه، ونحط لها ورقه زبده يبقى افضل. وبنقوم حاطين الخليط الحلو بتاع الكيك الحادق ده، وبنبقى طبعا مشغلين الفرن على درجه حراره 180، وندخل الصينيه الظريفه علشان الكيك الحلو ده يستوي. هيرتفع شويه، هي طبعا المقادير تقيله، يعني الكيكه نفسها تقيله مش خفيفه، فهترتفع حبه صغيرين مش كتير قوي، وبتاخد لها تقريبا في حدود 40 دقيقه زي الكيكه العاديه. برضو بتختبري انها استوت، لو استوت خلاص بنطفي عليها النار، لو لسه محتاجه شويه وقت بنسيبها تكمل تسويه اهو كده. بس بتطلع خطيره، بتتقطع زي الانجليش كيك عادي خالص، مع بقى ايه حته جبنه كده نفردها عليها، او لبنه مثلا، شويه زيتون، شويه جرجير، كوبايه شاي، طعمها ظريف جدا، هتعجبكم اكتر من الكيك الحلو. الناس اللي بتحب الحاجات الحادقه كده اللذيذه هتنبسطوا منها جدا، وزي ما قلت لكم تقدروا تحطوا اي مكونات فيها، هيبقى طعمها ظريف قوي. تحطوا زيتون، حتت من الزيتون، تكتروا الفلفل شويه، حبه لحمه مفرومه، حتت من الطماطم متقطعه صغيره، كل ده هينفع ان شاء الله. بس جربوها. فاصل، هدخل دي الفرن واشيل اشيائي، ونرجع نجيب مقادير سلطه البطاطس بالذره، حلوه جدا وسهله قوي، ان شاء الله تعجبكم. خليكم معانا. انا جيت، انا عامل دلوقتي الوصفه الثانيه، سلطه بطاطس بالذره والمايونيز. بصوا ظريفه جدا جدا وسهله قوي، بتشبع، طعمها حلو، مناسبه للحر، يعني سلطه صيفيه تتاكل جنب اي اكل، هتبقى حلوه جدا مع الكيك الحادق اللي احنا عاملينه ده، مع بيتزا، مع ساندوتش برجر، الحاجات اللي هي الفاست فود، فراخ بانيه، الحاجات دي تحفه تحفه، هتنبسطوا منها قوي. بصوا انا معايا بطاطس متقطعه مكعبات ومسلوقه، تمام. اهم حاجه لازم يبقى في حرفنه في سليق البطاطس. ليه؟ علشان هي تكه ما بين ان انت تسلقيها حلو تبقى محافظه على شكلها المربع ده، وبين انها تتهري منك وتبقى مستويه زياده عن اللزوم، فتبقى تتقلب لبطاطس مهروسه. خلي بالك احنا محتاجين نقطعها مكعبات صغيره احسن، ونحطها في ميه سخنه بتغلي، ونستنى عليها 4 دقائق مثلا، 5 دقائق بالكتير قوي. وبرده تبقي متابعاها لحسن تكون نوع البطاطس اللي انت مستخدماه نوع ضعيف تستوي بسرعه، عايزينها تبقى لسه ماسكه نفسها، نشيلها على طول من الميه السخنه على ميه ساقعه او تحت الحنفيه، المهم ان احنا نوقف السخونيه اللي جواها عشان ما تفضلش تستوي مع نفسها وهي بتبرد، فاهمين قصدي؟ ده هيوقف طريقه التسويه بتاعتها على طول، وتبقى محافظه على شكل المربع بتاعها، فتتحط في السلطه تبقى لذيذه وفي نفس الوقت مستويه، تمام. معانا كمان نص كوبايه من الذره الصفراء، هتبقى ظريفه جدا، ممكن اقل من كده، مش لازم يعني المقادير بالظبط في الحاجات دي، يعني براحتك، عايزه تحطي كميه بطاطس قد ايه، تحطي كميه ذره قد ايه، زي ما انت عايزه. معانا كمان بصلايه متقطعه شرايح رفيعه، معانا كمان بصل اخضر متقطع حلقات صغيره، معانا خيار مخلل حتت برضو منه، ممكن مكعبات او حتت صغيره زي ما تحبي، شويه بقدونس، وشويه شبت، هنقطعهم حتت صغيره ونحطهم مع السلطه. الدريسنج بقى معانا 4 معالق كبار من المايونيز، لو المايونيز بالنسبه لك بيتعبك او حاجه، ممكن ناخد 2 معالق مايونيز وقصادهم كمان 2 معالق زبادي، بدل ال4 معالق ما يبقوا مايونيز، ممكن ايه نستخدم نص الكميه زبادي ونص الكميه مايونيز. وطبعا في دلوقتي مايونيز لايت، في منتجات مصريه حلوه جدا في السوق من المايونيز، ممكن تجربوها هتعجبكم قوي. فنبقى حطينا ده وده، يا اما تحطي ال4 معالق كلهم مايونيز عشان طعم السلطه يبقى حلو، تمام. معلقه كبيره من المستردة، 2 معالق احنا قلنا 2 كبار من الزبادي، وملح وفلفل وشويه زيت زيتون، بس هو ده الدريسنج، مايونيز، مستردة، زبادي، ملح وفلفل وزيت زيتون. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. هنطلع بوله اهو، هعمل اول حاجه الدريسنج، تمام.
عشان بعد ما اخلص الدريسنج اقوم حط عليه المكونات واقلبها كلها. هنحط الزبادي ونحط المايونيز كده اهو، ونحط المستردة، مايونيز ومستردة وزبادي، هنحط ملح وفلفل وزيت زيتون. ادي زيت الزيتون كده وملح وفلفل، ملح وفلفل، ونقلب الدريسنج كويس قوي. حاسه ان هو محتاج شويه زيت زيتون كمان. كده بس كده، ونبتدي بقى نحط المكونات. انا هحط البصل في الاول، اول حاجه عايزه البصل كده ايه يتوغل مع الدريسنج، وعايزين نحط الخيار المخلل برضو يتوغل مع الدريسنج كده، ونحط البطاطس ونقلب كده، ونحط كمان الذرة ريحتها خطيرة، وشوية بقى بقدونس وشوية شبت وبصل أخضر. البصل الاخضر سبحان الله، يعني احنا مش حاطين بصل في الاول غير البصل الاخضر، بس كل واحد فيهم ليه طعم كده. بس كده خلصت السلطه يا جماعه، بصوا لذيذه، طبق كده تقديم حلو. وننزل بالسلطه الحلوه دي اللي هي عايزه شوكه بس وتبقى ايه جاهزه وتجنن. بس كده مع الفراخ المشوية، مع الفراخ المقرمشة، مع الفراخ البانيه، مع البيتزا، مع سندوتشات البرجر، الناجتس، كل حاجة من الحاجات السريعة دي، السلطة دي جنبها فظيعة، هتشبع وهتبقى تحفة وخفيفة، ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجة كده يعني دسمة ولا حاجة، بالعكس صيفية بتتاكل ساقعة، هتنبسطوا منها جدا. احنا عاملين طبق هناك اهو برضو، طبعا تقدروا برضو تحطوا لها حتت صغيرة من الخيار مثلا لو عايزين، عايزين تحطوا برضو حتت صغيرة من الفلفل الالوان برضو هيبقى ظريف. يعني دي شوية حاجات كلها قابلة للاضافة لطبق السلطة، هيبقى خطير. جربوه وقولوا لنا ايه رأيكم. الحلقة خلصت، عملنا اول وصفة مع بعض الكيك الحادق، وصفة حلوة جدا وسهلة قوي، تتاكل زي ما قلت لكم بقى جنب شوية زيتون، جرجير، حتة جبنة، كوباية شاي، ظريفة قوي، جربوها وبالهنا والشفا. والوصفة التانية عملنا سلطة البطاطس بالذرة، وصفة ظريفة جدا صيفية كده ساقعة اخر لذيذة. جربوا الوصفات وقولوا لنا ايه رأيكم. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.